ايه يا انا حاكلك يا جحش ولا ايه؟ قطع لساني يا حاج، ده اللي عندك يزيد ما يقلش. بس انا المؤاخذه عملت اللي عليا وزياده حبتين، ولحد دلوقتي اللي خط ابيض ولا اسود. بتتلم زناتي في ايه يعني؟ تفتكر عمك الحاج هياكل حقك ولا ايه؟ ما اكيد برضه هيحليلك بقك. لا يا حماد بيه، يحللي بقي دي لما اكون جايب نتيجه الاستاذ في الثانويه العامه، لكن لولا اللي انا عملته كان الاستاذ راح في حديد. احنا عارفين يا زناتي ان انت عملت كتير، وعمك الحاج برضه سيد من يقدر. ما انا عارف يا متر، بس انتوا برضه قدروني، انا في رقبتي دم يا ناس، ويا عالم ربنا هيحاسبني ازاي. طب عليا الطلاق من بيتي، لولا غلاوه سيدي الاستاذ ما كنت عملت كده ابدا. بس انتوا ما تعرفوش غلاوته عندي عامله ازاي. هات من الاخر يا زناتي. عايز ايه؟ مليون جنيه. كام يا زناتي؟ مليون جنيه يا حاج. نعم وحضمك. انت اتجننت يا دول ايه؟ اتجننت ليه يا عم الحاج؟ كتير مليون جنيه على ابنك الوحيد؟ بعدين هو انا يعني اخدهم لوحدي؟ ده لسه فيه رفاع وتايسون وبلا ازرق. بعدين انت تاجر يا حاج وفي السوق وسيدي اللي عارفيه. من بعد ما عوموا جنيه والدنيا بقت في الطالع. ما تخافش يا زناتي، انت ابننا برضه لازم تكون مرضي. بس نستنى لبكره لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل في النيابه. اتفقنا؟ اتفقنا. استغفرك واتوب اليك يا رب. استغفرك واتوب اليك يا رب. ما تاخرت كده ليه يا ماما؟ انا بدات اقلق على سليم. ما هو يا سامة المحامي معاه المره دي، اكيد بيحاول يعني يتصرف. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيروح معانا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والراجل الظالم مش مستكفي باللي عمله فيا، كمان مش عايزني ادافع عن نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خايفه ابراهيم لا يعمل حاجه في بنت من البنات. ما تخافيش يا سميحه، انا هتصرف. هتتصرف ازاي يا اخويا بس في الشده اللي انت فيها دي؟ ما تخافيش يا سميحه، كلها شويه وادخل لوكيل النيابه، بس لما اخلص اللي عنده، وساعتها ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. يا رب. يا متر، مفيش داعي تضيع وقتي ووقتك اكتر من كده. انا سايبك تتكلم من بدري، بس انت بصراحه يعني معطلني بدون اي معنى. تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي كلهم متفقين على حاجه واحده، والبيه مش قادر يثبت ولا كلمه من اللي بيقولها. كل ده في 4 ايام، طب شرعي ومعمل جنائي وتحريات. ده ايه السرعه دي كلها؟ ايه مش عاجبك الناس شايفه شغلها ما يرضي الله ولا ايه؟ موكلي يقصد ان سرعه الاجراءات بالشكل ده بتتماشى مع فرضيه الكيديه والتربص اللي احنا بنقولها لسعادتك. الكلام ده بقى تقوليه في المحكمة يا متر، ولو أنا أشك إن في محكمة ممكن تاخد بالكلام ده. الموضوع واضح زي الشمس. اكتب يا ابني. يعاد المتهم إلى محبسه وترفع أوراق القضية المرفق بها أدلة الثبوت إلى معالي المحامي العام للبت في تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات. ماشي يا شبح. الله، أنا هفرح فيه ليه يا جدع؟ ربنا يستر عليه وعلينا. طب ابقى طمني. سلام سلام يا غالي. الزبون اتحول الجنايات، شكلها هتلعب معانا قد الفقريه. الله يخوفي بعد ده كله يطلع نقابنا على شونا وناخد صابونه من لطفي ابو المجد وتبقى خلصانه في صبانه. صابونه مين يا بقف؟ ده انا معايا كروم اللي بيقش الفيديو اللي فيه الواد ابنه وبيضرب البت بالعربيه. يعني ما ينفعش يفرفص. وبعدين؟ ولا قبليه. جه الوقت اللي لازم ناخد فيه حقنا من لطفي ابو المجد. بقول لك ايه؟ انا طلبت منه 100,000 جنيه. هديك نصها، انت اخويا مرضي يابا. كده بقى تبقى خلصانه في ابو قاسم. خلي بالك من البنات يا سميح، ربنا قويك على حملهم. معلش يا سميح، انا شايلتك حمل تقيل وانت مش ناقصه. ما تقولش كده يا ابراهيم، انا قدها وقدود يا اخويا. انت والبنات فوق راسي وجوه عينيا. ربنا يفك كربك قادر يا كريم يا رب.
ترجع بيتك تنوره من تاني. ابراهيم سعيد السني. ايوه. تعال. خلي بالك من نفسك ومن البنات يا سميح. ها؟ وحياة حبيبك النبي ما تزعلي منها يا سميح. خلي بالك من البنات. الطريقة دي هتضرك مش هتفيدك يا ابراهيم. قول أي حاجة قبل ما أقفل المحضر على كده. هو ده كل اللي عندي يا بيه. قلت اللي عندي كله لسعادتك. اتهمك لحسن الطبع ورجالته. يا بينا ما بتتهمش حد. أنا ما شفتش حسن الطبع وهو بيسرق. الله أعلم بقى مين اللي سرق. يعني أنت بتعترف بسرقتك للعهد؟ لا يا بيه أنا ما سرقتش حاجة. وفي نفس الوقت يا بيه ما شفتش مين اللي سرق الدولاب، الله أعلم. أمال مين اللي سرقها يعني؟ الله أعلم يا بيه، ولاد الحرام كتير. لآخر مرة يا إبراهيم. الطريقة دي مش في مصلحتك. أنا عايز أساعدك. قول لي الحقيقة. يعني أكذب يا بيه؟ هو ده اللي حصل بالظبط يا بيه. أنا كنت عند المريض ورجعت لقيت الدولاب مكسور والحاجة مسروقة، ولا شفت مين اللي سرق ولا أعرف حاجة يا بيه تاني. كده؟ أنت حر. اكتب يا ابني. أوي بقى. صباح الجمال يا معلم. نهارك بيضحك يا برنس الليالي. إيه يا زهرة أنت مالك فرحان ليه كده؟ الله. أمك جالها عريس؟ إبراهيم يا معلم. إبراهيم هيتجوز أمك؟ يا ريت، اسمع من بقك ربنا. شوف إيه يا قد ما تنطق. إبراهيم. ماله؟ حولوك جنايات يا معلم، حولوك جنايات. ايوه. كده بقى تبقى الزياره اللي عملناها لمراته جابت نتيجه. ربنا يتولاك برحمته يا ابراهيم. مش لازم افك خلاص، خلصت. يلا روح. روح فين بس يا سيدي؟ احنا مصدقنا الظابط وافق ان احنا نيجي نشوفك شويه. اتلات تعليمات لسه ما وصلتلوش. تعليمات ايه بس يا ابني؟ الراجل بيتعامل معاك وعامل حساب انك كنت زميله في منتهى الادب والذوق. معلش كل ده شويه هيتغير. في ايه يا سنين؟ ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ انا عمري ما شفتك مستسلم كده. عشان عمري ما دخلت ممكن يحصل لي كده. يا صغير واحد الله ما قال مش كده. لا 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 حد يفكر انه هو يأذيك يا ضنايا. بس انت قول يا رب، قول يا رب ربنا ينصرك. حلو، حلو قوي 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 الكلام ده. ماشي، خليك عندك انت وبلغني اول باول. سلام. خير يا متر. مبروك يا حاج. النيابه امرت بتحويل القضيه للمحكمه. والافندي سليم ده هيتحاكم بتهمتين، قتل زياد والرشوه. ده غير بقى يعني شويه تحابيش كده من تهم على جنب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. وما نزحت يا حاج؟ لا يا احمد لسه ما نزحتش. انا مش هطمن ولا اهدى لما القضيه دي يتحكم فيها. وحياتك وغلاوتك عندي اللي هيتحكم فيها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي لو جابوا 20 محامي القضيه دي اتقفلت ضبه ومفتاح. اهدى شويه يا متر. الحكومه ممكن جدا قدام تطرمخ على القضيه. مفيش حاجه صعبه على الحكومه. وفي الاخر ده ظابط يعني راجلهم. انسى يا حاج، الحكومه خلاص قررت ان هي تقرا الفاتحه على روحه. وبعدين صعب قوي يعني ان هي تطرمخ على الموضوع بعد الهيصه دي كلها. الناس بتنسى حماد، الناس بتنسى. لا يا حاج، امال احنا بقى لازمتنا ايه؟ فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعدين بقى انا ابتديت بواحده النهارده. واحده؟ واحدة ازاي يعني؟ خليت الرجالة عندي في الدايرة يلموا شوية ناس ويطلعوا على سرايا النيابة، يعملوا لهم يعني شوية قلق وهيصة هناك كده عشان لو بيفكروا يلعبوا بديلهم كده ولا كده يراجعوا نفسهم. ايوه بس الناس دي هتروح تقف قدام النيابة بصفتهم ايه؟ ده كلام برضه. مواطنين شرفاء متعاطفين مع قضية الواد، ده غير ان هم مستهين جدا من تجاوزات الشرطة، والشعب كمان لازم يقول كلمته.